الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. كنا احنا وقفنا اخواني اخواتي عند مستويات تاثير بدون سلطه وايضا قياساتها. من اهم الاشياء التي يفترض ان نذكرها هو كيف ان هي ترفع من مستوى التنافسيه. فحينما نتكلم على حجم القياس الذي نستهدفه في التاثير بدون سلطه فلا شك نركز على ثلاث نقاط اساسيه: مستوى الانتشار ومستوى التفاعل ونسبة الإحالة. لما نتكلم عن مستوى الانتشار، كيف أن هذا التأثير بدأ يؤثر في عدد معين من المجتمعات المستهدفة، ولما نتكلم عن التفاعل كيف أن المشروع هذا أحدث نوع من الإلهام والتفاعل والإعجاب بحيث أنه لم ينتشر فقط وإنما أثر وألهم مشاريع مختلفة. وحينما نتكلم عن نسبة الإحالة، عدد من سيرجع إلى هذا المشروع أو ذاك المختبر بحيث أنه يجعله مرجع له في يستهدفه كمثل على تأثير الناجح. هاي يتطلب طبعا يكون عندنا منطلقات في عملية التأثير. فإحنا يفترض نركز ليس على القناعات الخاطئة ولكن على حقيقة التأثير. فإذا أردنا أن نصنع حقيقة التأثير من خلال منطلقات التأثير، يفترض أن نركز على القدرة على الاستكشاف للقوة الكامنة والترابط بها، ويفترض أن نركز على في مصادر السلطة على كل شيء يمكن الوصول له وهو يمكن من عملية التأثير، ويفترض نركز على اللاعبين الرئيسيين أو الأساسيين في دورة التأثير. كل تأثير له دورة يعتمد على حسب طبيعة المجتمع، بحيث يشمل التأثير حتى أولئك الذين يكونون خارج نطاق المجتمع المستهدف وهو ما نسميه تأثير الدومينوز أو تأثير الفراشة. كما يفترض أن يكون من علامات التأثير هو أساسيات الكفاءة، أي التأثير الذي يأتي من خلال وسائل الإنسانية ثم الوسائل الفنية وليس حتى الوسائل الإعلامية. يعني كما ركزنا على الوسائل الإنسانية كلما استطعنا أن نرفع من مستوى التأثير لأنه يدعم أساسيات الكفاءة. كما أن من مستوى القناعات التي تنبنى بسبب عملية التأثير هو المحصلات المستهدفة، مدى تراكم النتائج بحيث شكلت محصلات، وهذه مجموعة المحصلات تشكل أثر، ولذلك مستوى الالتزام نحو سواء المجتمع المستهدف أو من الخبراء بشكل عام. لذلك نقترح أن يكون في تمرين لمعرفة مستوى التأثير من خلال تحديد مستوى التأثير الحالي ومعرفة الفجوة مستوى التأثير المطلوب، وأيضا القيام بالابتكار الذي يرفع مستوى التأثير ووضع القيم التي تسهم في رفع مستوى التأثير أو ما يسمى الـ goodwill value، وأيضا محافظة على استدامة مستوى التأثير. إذا نحن لما نتكلم على مصفوفة التقييم التي تسهم في تقييم نقاط الضعف، نقاط القوة، نقاط التحديات، نقاط الفرص، فلا شك أن التأثير بدون سلطة يقوم على دوافع تعريض المجتمع المستهدف لمحاولة التأثير. فكل ما عرفنا ما هو الدافع أن احنا نحرك بعض المجتمعات المستهدفة ونحاول أن نأثر عليها. أيضا واحدة من الوسائل التي تقيم في المصفوفة كيف ولماذا يستخدم الخبير هذه الوسيلة المحددة في عملية التأثير. أيضا ما يمكن أن يقدمه من وسيلة تأثير في المجتمع المستهدف، وما هي البحوث الميدانية المطلوبة لصناعة التأثيرات الإيجابية في المجتمع المستهدف وحسب ظروفه وتقلباته الحالية. طيب لو أردنا أن نحلل مكونات التأثير، التأثير يتكون من أول شيء قيم المجتمع وهي التي تصنع التأثير بشكل رئيسي. يعني قيم المجتمع سواء values أو norms يعني الأعراف المتعارف عليه أيضا يسهم في صناعة التأثير. سد الفجوات في صناعة مراحل التأثير أيضا يلعب دور مهم، وصناعة القيمة للمستفيدين، ما هي قيمة المستفيدين بشكل عام، ثم معرفة المخاطر التي تحول دون التأثير، مخاطر مجتمعية، مخاطر بيئية، مخاطر تقنية، وكذلك المخاطر التي تتسم بصفات المؤثرين أو وكذلك المستفيدين، ثم التقييم لما هو طبيعة الاستجابة المتحققة بالمقارنة بما هو متوقع من التأثير بشكل عام. نستطيع نقول إذا احنا التأثير لكي نعرفه نحتاج أن نضع في واحدة من هذه المصفوفات الأربعة. لكي نختار مبادرات تأثير يفترض أن تقع في هذه المنطقة، أن هي تكون مفيدة وتكون مهمة بحيث أن من خلالها نستطيع ننطلق نحو التطوير وصناعة الأثر، أو يفترض أن احنا على الأقل نعمل في المنطقة 2 أو 3، منطقة 2 التي هي
كيف نوظف التأثير في النمو وكنوع من الإلهام، أو كيف أن احنا نشد عليه من أجل صناعة التطور في برامج وخطط محددة. فهذه هو مفهوم التأثير بدون سلطة. في أيضا جدول يبين الأوزان يربطها بحجم الجهود المطلوبة أو حجم الخطوات المتحققة التي تصنع الأثر. أثر التأثير بدون سلطة على المجتمعات المستهدفة، ما يحدث ما بعد التأثير بدون سلطة، ثم علينا التركيز على محركات صناعة القرار بعد التأثير بدون سلطة. يعني إذا أردنا أن نصنع التركيز، فإحنا لابد أن يكون عندنا مستوى عالي من التعاطف، مستوى عالي من المرونة، مستوى عالي من الوضوح. ولذلك كان جيبي مورغان يقول، مستثمر الأمريكي المعروف، الناس تؤمن بالشيء لسببين، وهما أنهم يؤمنون أنه لسبب رئيس وأنه لسبب حقيقي. فجيبي مورغان كان من أوائل الناس الذين كانوا يستخدمون وسائل التأثير بدون سلطة. هناك متطلبات إخواني وأخواتي لقياس رأي من نستهدف للتأثير في هذا العصر. فهناك أصحاب صلاحيات في المجتمع الملتزمين بالمبادئ، أيضا المؤثرين في التواصل الاجتماعي وصناع القرار، ولذلك نحتاج دائما أن ننتهج معهم جميعا التأثير الثلاثي الأبعاد، ونقصد بذلك البعد الأول فئات عمرية أشمل من الجنسين، بحيث يكون عندنا أيضا البعد الثاني وهو مستويات اقتصادية مختلفة في الاقتصاد الاجتماعي أيضا، والبعد الثالث تأثير تراكمي ومتسارع. العالم تطور اليوم بحيث أصبح مطلوب أن يكون عندنا مفهوم للقياس يقوم على التنظيم لخدمة المتعاملين بشكل كبير، وبحيث يكون قياس رضا المجتمع المستهدف وهو من المتعاملين طبعا يركز على مستوى الخدمات التي تحققت. ولكن هذا الآن ليس هو الهدف في كل مختبر، لأن الهدف هو أن كل مختبر يعمل لذاته على سيطرة أثر جودة مخرجاته بشكل أو بآخر، كما أن يفترض أن احنا يكون عندنا تخطيط وتنظيم عالي، وهو ما انتهجه العالم قبل أكثر من 30 سنة من الآن. طبعا كل المختبرات داخل ترى لتحقيق أهداف مشتركة نحو قضايا المجتمع المستهدف، كما أن العالم اليوم يطلب منا يكون عندنا التأثير كاملي والذي يقوم على صناعة قيم عليا، وبحيث يكون المحصلة والأثر للمؤسسة نحو المجتمع ليس هو مباني أو أصول، ولكن هو ارتقاء في المفاهيم والثقافة والخطوات التي يتعامل فيها الإنسان مع الحياة. إذا مصفوف التأثير بالمقارنة بالفائدة الملموسة، تقول إن إحنا إذا أردنا أن نرفع من قوة التأثير، يفترض أن نشرك الناس بقوة ونركز على استدامة التأثير عليها، وهذا يتطلب طبعا يكون عندنا التمكين والإحساس والتبادل المنافع بشكل عالي، ويتطلب أن نحافظ على رضاهم وفي نفس الوقت ننسق الجهود في اتجاه واحد. هذا ما سيرفع الفائدة الملموسة وأيضا يرفع من قوة التأثير التي تهدفها للمجتمعات المستهدفة. نستطيع نقول دوائر التأثير يتكون من أول شيء تسليط الضوء على واقع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي محدد ما مما يشكل أهمية لدور الجمهور أو دور المجتمع المستهدف، ثم محاولة فهم الواقع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي من خلال الأفراد أو المجتمعات الصغيرة، ثم محاولة رفع التحديات الاجتماعية بالوسائل الإعلامية. إذا المجتمع المستهدف لديه خيارات ودائرة تأثير تؤثر على هذه الخيارات. المجتمع المستهدف لديه احتياجات إعلامية، لديه طلبات استجابة، دوافع واحتياجات المجتمع المستهدف، يصنع إرادة ويحدد المضامين والوسائل التي تناسبه، يبني علاقة بين المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويستخدم وسائل الاتصال، ويبني الأصول الاجتماعية والنفسية للحاجات التي يتم إشباعها. نستطيع نقول أن علامات التأثير بدون سلطة على المجتمع المستهدف يقوم أن قدرته أن يحرك الناس في هذا المجتمع، يبني سلوكيات وعادات مهمة، يصنع التعلم من خلال المشاهدة، ويبني نماذج ناجحة في الحياة، ويبني ممارسات يمكن تقليدها، ويعطي الإيحاء بالمشاركة في صناعة القرار. أتوقع أقف معكم إخواني وخواتي عند هذه الفاصل، ونواصل معكم في الجلسة القادمة. شكرا لكم.